بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في لقاء جديد من لقائكم الأسبوعي الرمضاني استجواب، والذي نستضيف فيه في هذا الأسبوع الأستاذ جواد فيروز، عضو أمين سر الأمانة العامة بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية والنائب المستقيل عن كتلة الوفاق الوطني الإسلامية والمعتقل السابق الأستاذ جواد فيروز. أستاذي، سوف نبدأ بهذه الإثارة بصفتك معتقل سابق مع الأستاذ مطر مطر. من وجهة نظرك، لماذا كان الخيار، يعني هناك الكثير من النشطاء التابعين للجمعية أو غيرها، لماذا وقع الخيار عليكما بالتحديد؟ ومن الواضح بأن السلطة عندما فرضت الحالة السلام الوطنية أرادت أن تستهدف كل القيادات السياسية الفاعلة الناشطة بدون استثناء، وكان لديهم في اعتقادي برنامج واضح لاستهداف قيادات الوفاق. يمكن بداية بدأوا بي وبزميلي مطر مطر، ولكن من الواضح أن كان في ضمن جدول الاعتقال بقية قيادات الوفاق وبقية النشطاء من كوادر الوفاق. هذا البرنامج يمكن لاحقا تغير وتحول فقط إلى استدعاء، كما يعلم الجميع تم استدعاء حتى أمين عام الوفاق مع قرابة نهاية شهر مايو. هذا السبب الرئيسي، لأن كان في هناك استهداف للجميع. السبب الثاني، هم أرادوا أن يوصلوا رسالة واضحة إلى الجمعية بأن مقدمين على حالة القمع وحالة استهداف أغلب النشطاء الوفاق، وخذوا نموذجين، نموذج نائب سابق تفاعلوا معه بصورة سلبية يوم كان في المجلس، وهم اعتقدوا بأنه هو لدي فعاليات أو أنشطة في الدوار ولديه علاقة مع الجمعيات السياسية، بحكم كنت منسق ما بين الجمعيات السياسية أيام فعاليات وأنشطة الدوار. إضافة إلى ذلك، بحكم أنا قدمت عدد من الأسئلة المحرجة إلى السلطة أيام كنت نائب، يمكن صار ماذا حدث هناك؟ حدث الكثير، ودائما أقول إذا نائب سابق مثلي وعضو بلدي سابق مثلي ومن كان نائبا لدورتين وعضو قيادي في الأمانة تم تعامل معي هكذا، ماذا بال ماذا حصل مع البقية الباقية من أبناء الوطن الذين يعني نكل بهم في هذه المعتقلات. أنا انتقلت من معتقل إلى معتقل، ابتداء من الاعتقال في قيادة العسكرية 3 أيام، ثم 45 يوم في جهاز الأمن الوطني في سجونهم في السراديب، بعد ذلك 6 أيام في حوض الجاف، وبقية المدة من تاريخ 22/6 إلى يوم الإفراج 7/8 سنة 2011 في سجن جرين. الاعتقال كان مبني على تهم باطلة ومحاولة الإذلال. تلقيت كثير من الإهانات وكثير من التعذيب، سواء لدى القيادة العسكرية في السجن أو في لحظة من اللحظات عندما كنت على بعد مسافة أقل مترين من غرفة النائب العسكري للتحقيق في النيابة العسكرية. في لحظة وجودنا في غرفة الاستراحة قبل ما ندخل على النائب العسكري تم إهانتنا وتنكيلنا في هذا المكان، وكذلك بعد انتهاء من التحقيق، ومن المعروف بعد انتهاء من التحقيق يتم وقف أي نوع من التعذيب، ولكن بدأ التعذيب معنا بعد انتهاء حتى من التحقيق، عندما أخذنا إلى سجن جرين وهناك تم يعني ممارسة التعذيب وبي أنا شخصيا أكثر من البقية. يمكن كان في نوع من الحالة التشفي، بحيث يعني ضرب ضرب مبرح، شهر المسدس في رأسي، هدت بسعق الكهربائي، ركلت يعني بركلات وب يعني ضرب المبرح
هدد كذلك بالتحرش الجنسي واستخدام كلمات يعني نابية جدا لا أخلاقية. حتى لحظة انتهاء التعذيب ورمي في الباص الحق إلى داخل الباص، وفي الباص كذلك تعرض لي للضرب والإهانة وكذلك التحرش الجنسي. هذا كان مؤشر بأن ما عمل بي هو حقيقة شيء يسير بما عمل مع بقية من سواء الرموز أو النشطاء أو بقية الشباب الفاعلين، وهذا يؤكد بأن عملية التعذيب ما كانت عملية فردية أو شخصية، إنما لا عملية ممنهجة واضحة جدا في هذا الصدد، بعيدا عن الممارسة الفعلية للتعذيب من خلال أدوات، من خلال التعذيب النفسي حتى في المراكز الصحية عندما يتم أخذك إلى العيادة الصحية للعلاج، هناك كذلك يمارس نوع من التعذيب، التعذيب النفسي من خلال استخدام كلمات جارحة والشتم وكلمات نابية، شتم المعتقد وشابه ذلك. ومع الأسف لا زالت هذه الممارسات يعني قائمة ولو تغيرت شكليا في مواقع الاحتجاز الرسمي، ولكن في مواقع أخرى لا زالت ممارسة. وباختصار أقول إذا النظام كان جاد في تغيير هذا السلوك، كان بدأ أيام يوم أثرنا الموضوع في مجلس النواب، أنا شخصيا قدمت أسئلة واضحة يمكن نائب إلى وزير الداخلية وكان يتهرب من الإجابة، وكان بطبيعة الحال كان ممكن ينهون هذا الإجراء اللا إنساني من ذاك الحين، ولكن مع الأسف لأن هذا منهج السلطة وهذا المنهج يعني ليس تصرفا شخصيا إنما بتوجيه وبإدارة جهات أمنية عليا، لذلك مضوا بما مضى عليه، والنتيجة أن قدمنا العديد من الشهداء من تحت التعذيب. ولكن يعني اليوم نحن أمام دولة يقولون أنها تملك كيان، لديها وزير مختص في شؤون حقوق الإنسان، لديها مؤسسة وطنية في حقوق الإنسان، وزير الداخلية ورئيس الأمن العام ووكيل الوزارة أكدوا على أن المجال مفتوح لاستلام شكاوى التعذيب. كل هذا الكيان الحقوقي لماذا لا تستثمرونه يعني للمطالبة باسترداد حقكم أو التعويض عما حدث لكم أو تثبيت الموضوع بشكل رسمي؟ يعني من الواضح المؤسسات الحقوقية وحتى المؤسسات القضائية لدى النظام في اعتقادي لا زالت مؤسسات ديكورية. وفي نفس الوقت أنا تعمدت أن بعد خروجي من المعتقل أن أرفع تقرير مفصل عن ما تعرضت له من تعذيب ومن سوء تصرف ومن سوء المعاملة إلى كل الجهات في الدولة. قدمت تقريرا ببريد مسجل وخطاب واضح وجلي من الملك إلى وزير الشؤون الأمن الوطني، إلى وزير العدل، إلى النيابة العسكرية، يعني تقريبا 10 إلى 12 جهة، حتى رئيس مجلس الأعلى للقضاء، نائب رئيس مجلس الأعلى للقضاء كذلك خاطبته، 10 جهات عليا في البلد خاطبتهم، كل المؤسسات الحقوقية في البلد خاطبتهم وبينت لهم بأن هذا ما مورس بحقي، ولكن لم أتلقى جوابا من أي جهة. الجهة الوحيدة اللي فقط ردت علي كانت النيابة العسكرية، وعملوا تحقيق معي بكوني شاكي، ولم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الصدد. ولاحقا النيابة العامة استدعوني كشاكي كذلك في نفس الصدد، وسألتهم هل هذه الدعوة ردا على خطابي لكم؟ قالوا لا، إنما ردا على إحالة ملف
الشكوى من النيابة العسكرية إلى النيابة العامة، ثم ننظر في هذا الطلب. قدمت لهم تفاصيل لحظة بلحظة، مواقع الاعتقال، طبيعة الاعتقال، طبيعة التعذيب، مواقع التعذيب بالتفصيل، ولكن لهذه اللحظة لم أسمع اتخذ أي إجراء بهذا الصدد. وحتى ذكرت لهم تفاصيل من كان شاهدا يعني على هذه الممارسات الإنسانية. من هذا المنطلق نحن مقتنعين بأن هذه الأمور فقط أمور شكلية، ولا توجد هناك أي جدية في هذا الصدد. ولكن هذا الأمر أتصور من ديدن السلطة أن تقوم بفعل ما ليس من أجل تحقيق الهدف، إنما من أجل استغلاله إعلاميا وشكليا بأننا أقدمنا على النظر في طلب الاحتجاجات، ولكن بدون أن يغيروا أصل السلوك. شكرا جزيلا أستاذ جواد فيروز على هذه الشهادة الحية. أعزائي المشاهدين، نذهب إلى فاصل ونعود مجددا. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين في هذه الاستجواب لأمين سر الأمانة العامة بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة في البحرين. أستاذ جواد، كأمين سر للأمانة العامة بجمعية الوفاق الوطني الإسلامي، على طاولة الأمانة ما هي أولوياتك؟ أولى أولويات في ظرف الراهن إنقاذ الوطن من هذه الأزمة وهذه الهجمة الشرسة من قبل عنف النظام على الناس، والسعي الجاد لتحقيق مطالب الناس. شغلنا الشاغل أن نبحث عن حلول سياسية لكي نؤسس لدولة المؤسسات والقانون مبنية على الحالة الديمقراطية، وأن يكون الشعب مصدر السلطات. نحن لدينا برنامج ولدينا مشروع سياسي بأننا لا نستطيع أن نستنهض بهذا الوطن في المسارات المختلفة، سواء في مسار اقتصادي على مستوى الاستثمار، مسار الاجتماعي، أو مسارات أي نوع من العلاقات بين مكونات المجتمع، بدون أن نضمن بأن سكة الطريق للوصول إلى حل جذري للواقع الحالي من خلال بناء علاقة وطيدة ما بين أبناء المجتمع من خلال دولة المؤسسات والقانون، ومن خلال تأسيس حالة ديمقراطية واضحة لبناء الدولة مبنية على أن الشعب مصدر السلطات. وبطبيعة الحال أغلب البنود المدرجة على جدول أعمال الوفاق تكون مبنية على هذا الأساس، وهي مقسمة في كثير من الأحيان في إطار الملف الحقوقي وملف السياسي وملف الإعلامي، وكلها ضمن أولوياتها في قضية الوضع الحالي في البلد. نعم، انتقل إلى أسئلة المتابعين عبر برنامج التواصل الاجتماعي تويتر. أبدأ بسؤال للأخ علي عبد الله، يقول: لماذا أعلنت قرار العودة للدوار وبعد فترة وجيزة نفاه الشيخ علي سلمان وقال بأنه لا يوجد قرار حتى الآن حول ذلك؟ توضيح واضح في هذا الصدد بأننا نملك الحق التام بأن نتظاهر نتواجد في كل بقعة من بقاع البلد. موقع الدوار بالنسبة لنا موقع طبيعي بأن يتواجد فيه الناس، ومسألة رجوع الدوار مسألة في رأيي مسألة محسومة، وإن اختلفنا على التوقيت متى نرجع في هذا الصدد. وبطبيعة الحال عندما نريد أن نستنهض الناس لكي يكونون عامل الضغط على السلطة من أجل تحقيق حقوق الناس، يجب أن نستثمر كل الظروف. ونحن كنا في بداية فبراير أو في نهاية يناير عندما أطلقت هذا الكلام، والجو العام ينادي بهذا المطلب، الرجوع إلى الدوار. بطبيعة الحال كمطلب عام لنا
وأن كذلك أطلقت هذا النداء وهذا الطلب باقتناعي بأننا علينا أن نرجع للدوار. صحيح لوجستيا ميدانيا مسألة شبه تكون مستحيلة وصعبة، لذلك لوجود هذا العدد الكبير من قوات الأمن وعسكرة الدوار، وهذا يحتاج إلى برنامج مفصل وتفصيلي لكي نضمن تقليل الخسائر وزيادة يعني المكاسب في هذا الصدد. كشعار سياسي، كحشد الهمم بأننا راجعون، وكذلك لبقاء رمزية الدوار كعامل ضغط على السلطة وليس على الناس، علينا أن نستفيد من هذا الأمر في خطاباتنا، وعلينا أن نحسس الناس بأن واقع الدوار سيكون كما كان في 14 فبراير 2011 وما تلا ذلك قبل القمع في فضح على السلام الوطنية. أما التكتيك الميداني وكيف نذهب وهل نذهب في هذه اللحظة وبهذا التفصيل، هذا الصور لعلاقة بأمور تفصيلية بحددها المسار الميداني اللوجستي في هذا الصدد. أما كشعار سياسي وكبقاء كحالة ضغط على النظام، أنا أصور حالة طبيعية ولا زلت على موقفي بأن موضوع الدوار لا يمكن أن نتناساه أو نتغافله في حراكنا الميداني أبدا أبدا في هذا الصدد. ونحن دائما نقول بأن الخطاب السياسي يتم استفادة منه من أجل إبراز عوامل القوة لدى المعارضة ومن أجل الضغط على النظام، أما تفصيل الميداني وكيفية تطبيقه وتنفيذه هذا راجع إلى الظروف الميدانية واللوجستية. باختصار شديد، صحيح يعني لم ندعو دعوة مباشرة في يوم 14 فبراير، ولكن لم ندعو العكس كذلك، لم ندعو الناس لا تذهبوا، لم ندعو للناس اجلسوا في بيوتكم، لا، إنما أن تكون هناك دعوة صريحة وصادرة من الجمعيات السياسية هذا لم يكن. أما عمليا الحضور التام في كل الفعاليات بما في ذلك من يريد أن يذهب للدوار، كانت في هناك حالة من انسجام شعبي تام، وفي هناك كثير من كوادر وقيادات الجمعية شاركوا حتى في مسألة الذهاب للدوار. نعم، في نفس السياق، أولا أعتذر الأخ ابن مطهر أوردي يعني أجبنا على سؤالك في ثنايا المقدمة. الأخ عمار عبر تويتر يقول: هل تعتقد أن هذا النظام قابل للإصلاح بعد كل هذا القتل وهتك الحرمات؟ وما رأيك عن الأقاويل التي تتكلم عن حوار في الخفاء؟ النظام قابل للإصلاح، يمكن القناعة الذاتية لدي بأن بشخوص النظام الحاليين غير قابل للإصلاح. لا يمكن أن نتعاطى من يؤمن بالقمع ويؤمن بالاستبداد التام ويؤمن بالهيمنة التامة إلى فئة كانت عائلة أو كانوا أفراد وهم نفسهم يكونون رجال الإصلاح. طبيعي في حال وجود توافق جذري للتحول إلى الديمقراطية يجب أن يكون هناك تغيير في شخوص النظام، في أفراد النظام ومن يدير العملية الإصلاحية الجذرية والشاملة في هذا الصدد. أما من هو منخرط في الفساد ومنخرط في الاستبداد وعقلية عقلية قمعية، من الصعوبة بمكان بأن يكون نفسه أو جماعته الذين يديرون المشهد الإصلاحي الحقيقي. أما بشأن ما يتناقل، وهذا مع الأسف الشديد يتداول بكثرة لدى البعض، بأن هناك في حوار خفي ما بين الوفاق تحديدا أو الجمعيات السياسية، هذا ليس له أي مدلول وليس له أي حقيقة في هذا الصدد. نعم، أحيانا استدعي الآن بأن يكون هناك لقاء أو اتصال هنا وهناك، ولكن مفهوم الحوار مؤدى بأن يكون هناك برنامج، يكون هناك مشروع متكامل ضمن حزمة من الأمور العلاقة بأصل المطالب، من يشارك في الحوار، جدولة الحوار، توثيق هذا الحوار، إضافة إلى هل هناك حاجة إن تكون هناك ضمانة من جهة ما. كل هذا لم يحدث حتى الآن. نحن المرة الأولى أو مرتين واحدتين اللي كان في هناك مقدمات لبدء الحوار، المرة الأولى كان أيام الدوار يوم بدأ مبادرة ولي العهد، ولم ننتقل إلى مرحلة الحوار، إنما كان هناك حديث وكان في هناك عدد من اللقاءات لكي نستشف الأمر ونستقرض الأرضية في هذا الصدد يعني. ومن الطبيعي بأن أي حوار لا يبدأ من أول لقاء، هناك في مقدمات وبعد ذلك ننتقل إلى مرحلة الحوار.
المرحلة الثانية اللي كان في نهاية يناير 2012 وبداية فبراير من خلال لقاء أو لقاءين مع الديوان الملكي لاستشفاف الرأي بخصوص هل في إمكانية أو في أرضية، ما هي الرؤى للبدء بالحوار. حتى هذه اللحظة لم نبدأ أي حوارا جادا مع السلطة. نعم في هناك اتصالات حصلت، لقاءات حصلت لكي نهيئ الأرضية لبدء الحوار ونأخذ الأمور بمنظار التعرف على كل رأي في هذا الصدد. وحتى اليوم بعد اللقاء الأخير الذي حصل وأنا حضرته وشخصيا والشيخ حسين دهي حضروا، لم نتلمس حتى أنهم جادين في تهيئة الأرضية للحوار. لذلك أؤكد يعني إلى كل الإخوة وعموم المواطنين بأن لا يمكن أن يكون هناك حوارا جادا في الخفاء، وهذا لا يسمى حوارا أصلا، لأن في النهاية المعني بالحوار هم عموم المواطنين. لأن لا يمكن أن تتحاور مع جهة وتتوافق معه وتمشي معه في ما تتوافق عليه بدون ما تستطيع أن تنفذ ما اتفقتوا عليه على واقع الأرض. وإذا الناس كانوا في جهل مما يدور وما كان عندهم موافقة على أصل ما يدور ولم يطلعوا على ما يدور، إذا طبيعي لا يمكن أن يوصلك إلى حل السياسي، لأنه بيفشل، لأن في النهاية الناس سيرفضون هذا الأمر لأنه كانوا في يعني عدم علم بهذا الأصل. واضح الصورة أستاذي، بس أنا بدخل يعني كثير من الأسئلة مو اليوم، يعني من أول حلقة إلى اليوم تثير موضوع الحوار وتتساءل عن وجود حوار خفي بين السلطة والمعارضة الممثلة في جمعية الوفاق أو الجمعيات السياسية. نريد يعني جواب مختصر من أمين سر الأمانة العامة بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية يحسم هذا الموضوع. سؤال واضح وصريح وشفاف، متى ستدخل جمعية الوفاق في حوار مع السلطة؟ تحت أي ظرف سوف تدخلون في حوار مع السلطة؟ نحن متبنين مشروع الإصلاح، ولا يمكن أن نحقق هذا الإصلاح من غير حوار. نحن نتبنى المنهج السلمي، المنهج السلمي يؤدي بأن تحل قضاياك من خلال طاولة الحوار. أصل الحوار يعني بالنسبة لنا مسألة واضحة وجلية، لا مفر من الحوار للوصول إلى مبتغانا وإلى وصول إلى تحقيق مطالبنا. صحيح نستخدم أدوات ضاغطة أخرى لنجبر السلطة لتحقيق مطالب الناس وأن نفرض الحوار الجاد على النظام، بس بوابة الحل السياسي للوصول إلى الإصلاح الجذري كما نؤمن فيه نحن، يمكن آخرين يؤمنون بحلول أخرى وهذا من حقهم ونحن نحترم آرائهم. نحن نؤمن بالإصلاح، ولا يمكن تحقيق الإصلاح إلا من خلال حوار جاد بين المعارضة وبين الحكم في هذا الصدد. وهذا الحوار لا يمكن أن يكون إلا من خلال تواصل مبدئي ومن خلال لقاء مبدئي لكي نستشف مدى جدية السلطة وهل ما يطرح في الشعار السياسي وفي الخطاب السياسي لدى السلطة في هناك جدية أو لا من خلال اللقاء. لا يمكن أن نطلب في أي لقاء ويكون هذا اللقاء من أجل الحوار جاد من أول لقاء. ماذا تقصد الأرضية أستاذي بالحوار الجاد؟ الحوار الجاد أولا بأن ما يطرح للمعارضة وما تطرح المعارضة يكون شيء مدون وواضح في هذا الصدد. الشيء الثاني يكون هناك إنصات جيد إلى مطالب الناس ومطالب المعارضة من قبل النظام. الأمر الثالث يكون هناك جدولة واضحة لمدة الحوار. الحوار لا يمكن أن تبدأ في إطار مفتوح وبلا أمد محدود في هذا الصدد. المسألة الرابعة، الحوار لازم يكون مع الجهة المعنية في النظام بحيث لا يكون هناك صغار موظفين أو يحول الأمر كأن هناك خلاف بين مكونات المجتمع أو خلاف ما بين الجمعيات السياسية ووالو المعارضة فقط. لازم أكبر رأس في النظام، القيادة السياسية العليا في هذا البلد يقرون بأن في هناك مشكل سياسي، وهذا الأمر يجب أن يكون في خطاب واضح لدى القيادة السياسية، وهم يعلنون بأن سيبدأون حوارا واضحا مع كل مكونات الشعب ابتداء بالجمعيات السياسية، وهم محددين إطار واضح في اللقاءات ومن ثم التوافق النهائي
وبعد ذلك يكون هناك إقرار على مستوى من سيشارك في هذا الحوار، ومن ثم تأكيد بأن ما يتم توصل إليه من تفاهمات يتم عرضه على الاستفتاء الشعبي. في النهاية يجب أن نضمن بأن في هناك إقرار شعبي، ويجب إقرار بهذه الآليات قبل بدء الحوار. باختصار أقول يعني نتلمس الحوار الجاد من خلال المضمون ومن خلال آلية. يجب أن نضمن أن الآلية صحيحة للوصول إلى هذا التوافق، وكذلك مضمون الحوار مضمونا حقيقيا وليس مضمونا شكليا. هل في ذهابكم إلى الحوار وما تطالبون به ضرر على طائفة معينة؟ يعني هل تحملون مطالب طائفية؟ هل في ذهابكم إلى الحوار وما ستطالبون به ضرر على أطراف أخرى في المعارضة وإلى غير ذلك؟ يعني هل في ذهابكم إلى الحوار ما تطالبون به ضرر على أي طيف من أطياف المجتمع في البحرين؟ يعني إحنا نجتهد اجتهاد سياسي، وهذا الاجتهاد السياسي يمكن البعض لديه اجتهاد مغاير تماما. نحن نعتقد بأن ما نطالب به ويطالب بشعر البحرين هو متبنى بأن نرجع القرار السياسي لدى الشعب، وأن الشعب يكون مصدر السلطات. الآن في هذا التفصيل هل يكون تطبيقا في إطار المملكة الدستورية كما نأمن في نحن حاليا في ظل هذه الظروف وضمن هذا يعني تفاصيل في مسائل الجيوسياسية مثلا، مسائل الإقليمية، مسائل المحلية في هذا الصدد، أو لا؟ البعض الآخر يرى منظور آخر بأنه يريد تغييرا جذريا في الوطن من خلال إزاحة الأسرة، من خلال يعني إسقاط النظام، تطبيق النظام. احنا نريد ان نتوافق على مبدأ واحد، كل طيف سياسي لدى الحر له الحرية بان يسعى في تنفيذ مشروع السياسي، والطرف الاخر عليه ان يحترم هذا الخيار. نحن اذا مضينا بالحوار نريد ان نعطي ضمانة بان تطبيق نتائج الحوار لا يمكن ان نتجاوز فيه الناس، ويكون مرجعية هم الناس في قبول او الرفض هذا الصدد. انا اتفهم البعض يريد بان نحصل على تفويض شعبي حتى إلى الذهاب للحوار، هذا الأمر غير عملي في تحقيقه. التفويض الشعبي في الذهاب وعدم الذهاب هذا راجع إلى تشخيصي الحالي من خلال ما أرى من حلول سياسية، أما لا يحق لي بأن أفرض على الناس الحل السياسي الناتج عن الحوار بدون رغبة الناس، بدون إقرار الناس. بمعنى كل طيف سياسي معارض أو موالاة له حق أن يطرح مشروعه السياسي وكيفية الخروج من هذه الأزمة، من هذه الأزمة السياسية الحالية، وأن نسعى ونهيئ الأرضية. ولكن عندما نوصل إلى الحلول النهائية لا يحق إلي أن أفرض على الناس بدون رغبة الناس، بدون قبول الناس. لذلك المخرج من هذه القضية بأن كل طيف سياسي له الحق أن يسعى بمسعى مختلف داخليا خارجيا بصورة مختلفة تماما، ولكن لا يحق إليه أن يوصل إلى تفاهمات توافقات كفرض على الناس كقبول بهذا الحل السياسي إلا بالرجوع للناس. ونحن نعتقد بأن أسهل وسيلة الرجوع للناس من خلال استفتائهم، وهذا الذي حاصل حتى عندما يراد تأسيس دولة من أول وجديد، حتى من خلال أشير فقط هنا، حتى من خلال تأسيس الدستور عادة يكون هكذا، سواء من خلال مجلس تأسيسي أو من خلال ممثلين من الناس بصور مختلفة كأحزاب أو قوى سياسية يصيغون مسودة للدستور أو يصيغون مسودة من التشريعات اللي تخص الناس، ومن ثم يتم عرضها على الناس في الاستفتاء النهائي في هذا الصدد. لذلك البدء بأي خطوة سياسية أنا أصور مسألة طبيعية، وهذا الحرية إلى كل الأطياف السياسية يسعون في ذلك، ولكن لا يملكون الحرية عندما يريدون أن يوقعون الإقرار. يجب أن يكون إقرار شعبي لكل أطياف المجتمع البحريني. نبقى مع اتصال هاتفي للأخ أحمد محمد. أخ أحمد محمد مرحبا بك، أنت على الهواء، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بدنا نشكركم على هذا البرنامج المميز. نعم. واللي يتاح له لنا التعبير عن آرائنا أو سؤال جهات المعارضة. حياك الله. بس حبيت أسأل سؤالي للأخ أثناء جواد فيروز، إلى أي مدى تعول المعارضة على طرح ملف البحرين في مجلس الأمن، وهل سيحدث تغييرا على الصعيد الداخلي
خصوصا مع الموقف الأمريكي إذا الموضوع. شكرا جزيلا أخ أحمد. أيضا لدينا الأخ أحمد الساعدي عبر السكايب. أخ أحمد الساعدي مرحبا بك، أنت على الهواء مباشرة. مرحبا بكم، مرحبا بضيفك الكريم الأستاذ جواد فيروز، حياك الله. أهلا بكم. أحمد الساعدي من مراسل الإسلام تايمز. مرحبا بك يا أستاذ أحمد. يعني يوم أمس الشيخ علي سلمان ليلة البارحة طرح موضوع ناقش، أنه أن ما حدث في التسعينات خيانة واضحة من قبل النظام لما تم الاتفاق عليه. إذا كانت رؤية المعارضة وجمعية الوفاق بهذا الحد، كيف تعولون على حوار جديد مع هكذا نظام؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الشيخ عيسى قاسم قال في خطبة صلاة الجمعة يوم أمس أن حراكنا لن يتوقف وأن جدية الحوار ستنكشف في 14 أغسطس، هذه المدة يعني خلال الأيام المقبلة، هل هنالك نستشعر أن هنالك حالة من التصعيد أم أن هنا في الأيام القادمة هنالك انفراج للأزمة البحرينية؟ والسؤال الثالث طبعا باختصار، أتحسس أن هنالك خلاف بين التجمع الوحدوي بقيادة فاضل عباس وبين المعارضة جمعية الوفاق بالتحديد، خصوصا فيما يتعلق بمسألة الحوار واللقاءات التي تحدث بينهم وبين وزير العدل. وشكرا جزيلا للأستاذ جواد فيروز. مرحبا بك أستاذ أحمد. نرجع إلى سؤال الأخ أحمد محمد بخصوص تقييمكم للموقف، يعني موضوع المجلس الأمن وتقييمكم للموقف الأمريكي. يعني من الواضح تعنة النظام لوصول إلى حل سياسي داخل البلد ومحاولة يعني فتح الآفاق الحقيقية لحل الأزمة محليا يؤدي إلى تدويل الأزمة طبيعة الحال الآن عن طريق مجلس الأمن أو عن طريق تدخل بعض الدول الإقليمية أو دولية في هذا الصدد، ونحن نحمل النظام هذه المسؤولية. كانت هناك مساعي عدة لعدد من الأشقاء والأصدقاء للتدخل كوسطاء لحل الأزمة. الآن دولة الكويت كان لها مساعي، تونس كان لها مساعي، وقبل ذلك تركيا كان لها مساعي، وهناك مساعي بريطانية ومساعي أمريكية، ولكن كما نسمع دائما بأن النظام سد الأبواب لهذه المساعي. طيب، قدموا حلا محليا وابدأوا حوارا جادا والتقوا مع المعارضة على الطاولة وكونوا جادين وصادقين في هذا الحوار وهذا اللقاء لكي نوصل إلى حل توافقي، ونحن نقول كفى المؤمنين شر القتال. أما يحاولون أن يوهمون للعالم بأنهم مساعين إلى الحوار وعمليا بعيدين أبعد ما يكونوا من الحوار، وفي المقابل في هناك قمع مستمر وهناك برش مستمر وهناك تكميم للأفواه وهناك منع للحريات العامة وهناك اعتقال لكل النشطاء ولا زال الرموز يحاكمون، طبيعي هذا الأمر سوف يؤدي إلى بعض الأطراف الدولية أن يتم استفادة من هذا الوضع من خلال الآن مصالحهم السياسية، من خلال اللعبة الدولية أخرى في ساحات أخرى يريدون يستفيدوا من ورقة البحرين. نحن نحمل النظام كل المسؤولية في هذا الصدد، وبطبيعة الحال بعض الدول الكبرى تحاول أن تستغل هذه الظروف بصورة أخرى وتطرح يعني قضايا محلية على مستوى الدولي. بطبيعة الحال إذا وصلت قضية البحرين إلى مجلس الأمن، طبيعي أنا أتصور هذا يكون عامل جديد ويكون هناك تغيير في موازين القوى بين المعارضة وبين الحكم. نحن نؤكد أولا بأن المعارضة لا ترغب في أي تدخل عسكري في وضع المحلي، ونعتقد بأن علينا أن نسعى جادين لحل الأزمة بصورة مباشرة، ولكن كل المسؤولية يتحمل النظام إذا أدى الأمر أن يوصل الملف إلى الأمم المتحدة، وهذا حقيقة مسار طبيعي لأي قضية من قضايا العالم. عندما يعجز النظام عن حل القضية محليا، طبيعي الخطوات الأخرى أن يتم تدويل هذه القضايا للوصول إلى الحل. أحسنت. نعود إلى أسئلة الأخ الأستاذ أحمد الساعدي. السؤال الأول بخصوص كلام الشيخ علي سلمان أن هذا النظام الذي خاننا في التسعينات وغدر بنا في التسعينات إن صح التعبير، كيف تثقون به الآن؟ أنا أفهم كلام الشيخ بأن الثقة لا تكون من خلال الوعود، والثقة لا تكون من خلال يعني ما يطرح في اللقاءات الخاصة. بدون وصول إلى توافق واضح مكتوب وبضمانة يعني محقة وبضمانة مؤكدة من جهة ما، لا نستطيع أن نضمن
ما يقال لنا سواء في اللقاءات الخاصة أو عبر يعني وسائل الإعلام، أو ما يراد أن يفهمنا بأننا نحن مقدمون على حل سياسي من خلال حوار. أي حوار لا يؤدي إلى يعني وثيقة محددة واضحة، صياغة قانونية سليمة مع ضمانات ومع إقرار شعبي نهائي في هذا الموضوع، لا يكون هناك اطمئنان. صحيح مبدأ الحوار لم ينفي الشيخ بأن يرفض الحوار في هذا الصدد، وأنا أؤكد مجددا نحن قراءتنا من خلال الوضع المحلي والوضع الإقليمي وموازين القوى بين كل الأطراف، النظام والمعارضة، إضافة إلى المكونات الاجتماعية الموجودة في هذا الصدد، يؤدي بأن نقتنع كما كنا بأن الحل السياسي يجب أن يكون عن طريق الإصلاح الجذري من خلال الحوار الجاد. ولكن مضمون الحوار وتفاصيله وكيفية إبرام الاتفاق النهائي لا يكون من خلال ما حصل في التسعينيات. لذلك الأسلوب اللي سلك في التسعينيات من خلال إعطاء بعض الوعود في الغرف المغلقة وحتى في التصريحات الإعلامية في هالمرة يجب أن يعني نأخذ العبرة والدرس ونسلك مسلك مختلف تماما، إلى أن نضمن بأن ما يكون في هناك يعني نكث للعهد أو تجاوز ما تم التوافق عليه من خلال وجود ضمانة حقيقية للإشراف في التنفيذ، إضافة إلى استخدام نصوص واضحة بأن لا يمكن أن التهرب من هذه النصوص. نأخذ سؤالين آخرين بشكل إجمالي. يعني السؤال الأول، ماذا إلى ماذا يشير آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم فيما يخص ما بعد 14 أغسطس، وبخصوص وجود اختلاف في الرؤى والتوجهات بينكم كجمعية وفاق وبين تصريحات فاضل عباس كأمين الجمهورية؟ حقيقة نفس الكلام قبل ما يطرح سماحة الشيخ ذكرت إلى وزير العدل في لقائنا الأخير، ذكرت له بأننا مقبلون على يوم حاسم مهم هو يوم 14 أغسطس يوم الثلاثاء، يوم صدور الحكم بحق الرؤوس، وهذا مؤشر واضح بأن إلى أين أنتم ذاهبون. هل أنتم جادون في الحوار كما تدعي أو لا؟ مسألة شكلية. إذا لا سمح الله حكم على الرموز وبقوا في السجن، يعني الأزمة متواصلة وهناك في تحرك شعبي وتحرك من قوى المعارضة المطالبة بالإفراج عنهم، ولا يمكن ضمان أي حل سياسي بدون ما يكون لهم الرأي في هذا الحل السياسي. ولا يمكن أن نحن نقول بأن ماضون في الحوار ونستكمل الحوار ونستعرض نتائج الحوار على الشعب للاستفساء والرموز موجودون في السجن. يجب استشفاف آرائهم ويجب أن يكونوا أحرار ويجب أن يطلقون كافة كل المعتقلين السياسيين. لذلك يوم الأربعاء يعطينا مؤشر بأنهم جادين فيما يطرحونه، أن رايحين في الحوار يبون حل سياسي ولا لا يبون تأزيم يزيد من التأزيم هذا صدق. وكلام آية الله الشيخ عيسى قاسم في هذا الأمر، يعني الحكم أمام امتحان واضح لما يدعي بأنه يريد حل سياسي وأنه مقدم على حوار جاد بما يطرحه من شعارات سياسية وخطب من قبل المسؤولين. وهذا كان أتصور كلام آية الله الشيخ عيسى قاسم. أما موضوع قضية نحن مقبلون على التصعيد، نحن نقول بأن الحراك الشعبي كان ولا يزال وسيستمر بوتيرة تصاعدية، لأن النظام سبب يعني غلق الأبواب المساحات البسيطة اللي كانت موجودة لحرية التعبير، بحيث الناس يستخدمون مسالك مختلفة لإبراز هذا الرأي. سابقا ما كانوا يطلعون في أنصاص الليالي، الآن أنصاص الليالي يطلعون الناس لأن فرصة مواطية، ما كانوا يطلعون الظهر في حر القارض، يعني كان الآن يطلعون الظهر بعد الصلاة مباشرة، فقط يريدون أن يعبروا عن آرائهم. وهكذا أساليب ستتكرر وتكون أشمل، والقوى المعارضة ستستكمل مشوارها السابق في التواجد في كل الساحات والميادين وفي مختلف المناطق بنفس الوتيرة، وتيرة أسرع كذلك بعد شهر رمضان. ونحن نقول أن هذا حق، وبدون أن نضمن بأن النظام جاد في وصول الحل السياسي سوف لا نبرح الساحات وسوف نجلس بيوتنا ولا نخدع ببعض الشعارات وبعض اللقاءات وبعض الخطب السياسية من قبل النظام أنه مقدم على حل سياسي بدون ما نتلمس هذا حقيقة. موضوع التجمع الوحدوي، أولا خلينا نقر بأن الجمعيات السياسية هي جمعيات لديها آراء سياسية متباينة أحيانا في أمور هنا وهناك، ولكن لا يوجد اختلاف ما بين الجمعيات الخمس في إطار الهدف السياسي
ولا في إطار الأسلوب العمل السياسي للوصول إلى تحقيق الأهداف. وكلهم متفقون أولا هدف سياسي من خلال مشروع وبرنامج وثيقة المنامة، ولا يوجد هناك أي تخلف عن هذا الأمر، وفي نفس الوقت متفقين على اعتماد على الأسلوب السلمي للوصول لتحقيق هذا الهدف. يمكن نختلف أحيانا في جزئية هنا، هل نلتقي مع هذا الوزير لكي نستمع ماذا يريد أو لا نلتقي مع هذا الوزير؟ هل النظام عندما يطرح شعار الحوار هل مجاد ولا لا يريد أن يموه الناس في هذا الصدد؟ هل عندما نقيم فعالية نستخدم أي خطاب، نرفع سقف الخطاب ولا لا في هناك أمور مستجدة علينا أن نراعي هذه الأمور؟ هذه الأمور نختلف فيه وهذه مسألة طبيعية. نحن لا نريد أن نكون كتلة واحدة صماء، يجب أن يكون هناك لدينا اجتهادات سياسية، ولكن بشرط أن نتفق على الهدف ونتفق على الأسلوب، وهذا الذي حاصل في هذا الصدد. أنا أنظر إلى المسألة كحالة صحية، أن يكون عندنا الحرية أن نعبر عن آرائنا السياسية المختلفة، بس بشرط بأن نكون متوافقين في إطار الهدف والأسلوب، وهذا الذي حاصل. ولم ألاحظ إن الوحدوي لديهم يعني خروج عن هذه القاعدة. وضحت الصورة أستاذ جواد فيروز. نعود لاستكمال الأسئلة أعزائي المشاهدين، ولكن بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مجددا لنستكمل استجوابنا لأمين سر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة في البحرين الأستاذ جواد فيروز. أحمد حسين عبر تويتر يقول: هل الاعتصامات أو المسيرات تحقق مملكة دستورية؟ ويتساءل لماذا الوفاق تكتب في التويتر والفيسبوك عن خروج مسيرات الليلية في قرى البحرين هذه الأيام ولم تكن تفعل ذلك سابقا؟ الفعاليات لا تقتصر على الاعتصامات والمسيرات، يجب أن يعني نكون واضحين، نحن نسلك كل المسالك للضغط على النظام لتحقيق مطالب الناس، وهذه المسالك جزء من الفعاليات السياسية من خلال الاعتصامات والمسيرات. الجزء الأكبر والجزء المهم كذلك مسألة التوثيق ومسألة الملف الحقوقي. ضغط المنظمات الحقوقية على النظام مسألة جوهرية واضحة في هذا الصدد، لا يقل تأثيرا عن الضغط الشارع من خلال فعالية مسيرة واعتصام. المسار الآخر مسار الإعلامي، بأن نستطيع أن نبرز هذه الانتهاكات إعلاميا لدول العالم، ونبين لدول العالم ما يجري في البحرين من قمع ومن بطش، وهناك في اعتراض شعبي واسع واحتجاجات واسعة يوميا في هذا الصدد. يجب أن نوصل هذا الصوت للعالم، وهذا الذي حاصل، وهذا النوع من الضغط كبير على النظام في هذا الصدد. المسار السياسي، بأن نتواصل مع القوى الدولية المؤثرة أو القوى الإقليمية لكي نستطيع أن نخلق حالة ضغط. إذن هي أربع مسارات وليس مسار واحد، وكل مسار له تأثيره وضغطه: مسار الإعلامي، مسار الحقوقي، مسار السياسي، وكذلك مسار الفعاليات ومسار الشعبي. نعم بدأنا نغطي الفعاليات لأن كنا مشغولين فترة الماضية يمكن أكثر بتغطية فعاليات القوى المعارضة المنظمة لعدم فعاليات، ولكن استطعنا أن نوسع دائرة التغطية الإعلامية سواء في تويتر أو فيسبوك أو مختلف الأنواع بكل فعاليات الجارية على الأرض، وأنا أتصور هذا التطور إيجابي في هذا الصدد لأن إمكانياتنا توسعت ونحن ماضون في هذا الأمر. كل معارض في البحرين يتحرك ويريد أن يحتج، نحن نرغب بأن نغطي هذا الاعتراض ونوصل هذا الاعتراض بغض النظر انتماء ينتمي إلى القوى المعارضة والجمعيات السياسية أو لا، نتفق أو نختلف وياه في الهدف ما عندنا مشكلة، أهم شيء أن نبين بأن في هناك احتجاج على واقع الأرض. جيد. محمد عبد الكريم عبر تويتر يقول: بصراحة هل من الممكن أن يأتي يوم تقوم الوفاق بتخفيض سقف مطالبها إلى ما هو أدنى من المملكة الدستورية؟
كما عبر الأمين العام الحد الأدنى للمطالب تم تدوينه في وثيقة المنامة. لا نقبل أن ندخل في حوار ولا أن نناقش ما هو دون وثيقة المنامة في هذا الصدد. والتضحيات الكبيرة اللي قدمناها كشعب البحرين وبعد هذا يعني التحدي الكبير وبعد هذه التجربة المريرة بأننا لا نوصل إلى بر الأمان إلا من خلال الدولة الديمقراطية المبنية على أن الشعب يكون مصدر السلطات، وهذا مفصل في وثيقة المنامة. المتمرد عبر تويتر يقول: لما نرى التواطؤ الواضح وعدم التصعيد من قبل جمعية الوفاق رغم التصعيد الأمني الواضح ومنع المسيرات؟ هذا الكلام غير صحيح. يعني كلمة تواطؤ أنا أتصور كلمة يعني تجني على الوفاق وعلى القوى المعارضة. نحن مارسنا دورنا في الساحة في طول الفترة الماضية، يمكن الآن فترة شهر رمضان في نسبيا استثناء لأسباب مختلفة، ولو أن فعاليات لم تتوقف، لقاءات جماهيرية، لقاءات فردية، لقاءات إعلامية، مسألة توثيق، تحرك في كل الميادين، كل كوادر وفعاليات قيادة الوفاق يشاركون في أغلب حتى الكثير من المسيرات وإن لم تكن منظمة من قبل الجمعيات السياسية. وإحنا إن شاء الله مقبلين على فعاليات نوعية وجماهيرية كبيرة جدا بعد شهر رمضان. لا يمكن أن نقبل بأننا نكون هادئين ونرجع إلى بيوتنا بدون ضمانة لتحقيق هذه المطالب، وكنا صادقين مع الناس وسنظل صادقين مع الناس، والأيام القادمة ستثبت ذلك بأننا متواجدين في الساحات وسنكون منظمين لعدد كبير من الفعاليات إن شاء الله. الأيام القادمة. مايسا عبر تويتر تقول: أستاذ جواد، في أي عام نلت شرف الجنسية البحرينية؟ وما اسم المنطقة التي تسكنها قبل حصولك على المواطنة؟ ومحمد عسكر عبر تويتر يقول: أنا خادمكم، بين قوسين جملة قلتها عند ذهابك إلى إيران يا جواد فيروز، شنو كنت تقصد بالضبط؟ ردا على السؤال الأول، في هناك مجموعات مشبوهة تعمدوا أن يثيرون يعني كذبة كبرى بأن جواد فيروز مجنس أو جواد فيروز حصل على الجنسية مؤخرا. ابتداء أنا والدي حصل على الجنسية في وقت قانون الجنسية لم يسن بعد، حصل على الجنسية وكثيرين حتى جواز سفر ما كان عندهم. أنا ولدت ومن أبوين بحرينيين، أنا ولدت سنة 61 تحديدا 4/7/61، ولدت في مستشفى السلمانية، ولدت معي جواز بحريني، ولدت وأنا بحريني، ولد من أبوين بحرينيين. أنا ولدت في المنامة تحديدا مخارقة، ودرست في مدارس منامة، درست مدرسة مدينة عيسى انتقلت، وبعد ذلك انتقلت إلى سكن حالي في مدينة حمد. أنا تخرجت من مدارس الحكومة ودرست في الخارج. كل هذا مشواري يعني واضح بأن لا لي أي علاقة بمن يعني جنسوا سواء في التسعينيات أو حتى في السبعينيات أو حتى في الستينيات. أنا من أول يوم مولدي، ليس أنا، كل أفراد أسرتي كلهم ولدوا وهم بحرينيين، يعني من أب بحريني وأم بحرينية تماما في هذا الصدد. واضح بأن هذا الكذبة يعني سيستمرون في إثارتها من أجل التشويه، ولكن هذه هي الحقيقة. السؤال الثاني، قبل أن نروح للسؤال الثاني، يعني هل موقف جمعية الوفاق من المجنسين أن المجنس ليس له الحق في إبداء رأيه، أم أن المجنس بطريقة غير قانونية هو الذي لا يملك الحق؟ موقفنا من التجنيس جدا واضح. أولا واقع البلد، إمكانيات البلد يعني ما تسمح لنا بأن نعطي الجنسية حتى في إطار القانون لأعداد كبيرة جدا، ولكن ما هو حاصل إعطاء الجنسية في خارج إطار القانون وفي خارج إطار الظرف الموضوعي للبلد. طبيعي من يتجنس في إطار القانون وهو يستحق هذه الجنسية الصول لا غبار عليه، وهذا حق شرعي في هذا الصدد. من آباء وأجداده عاشوا في هذا البلد ومن ولد في هذا البلد من حقه أن يحصل على الجنسية، وهناك فئة من البدون لم يحصل على الجنسية بالرغم أنهم مستحقينه، ولكن في المقابل من يأتون به من مشارق الأرض ومغارب الأرض ويعطونه جنسية وفي غضون أقل من عام
يحصل على الوظيفة ويحصل على السكن وشابه ذلك. هذا شيء. أما موضوع تعبير عن الرأي، أي مواطن وحتى أي وافد عندما يعني احترم قوانين البلد بصفة عامة له الحق أن يعبر عن رأيه في وضع العام في أي مكان ما. هذا موضوع مفروض لا يربط في قضية الجنسية وعدم الجنسية. المشكلة أن من يثير هذه النقاط قد يكونون مجنسين بطريقة غير قانونية. موضوع أنا خادمكم وإيران، يعني واضح في هناك خلط وتعمد الخلط. هذا الكلام لم يصدر مني جملة وتفصيلا، ولم ألتقي مع أي مسؤول إيراني في أي موقع من المواقع، لا في إيران ولا في خارج إيران أبدا. لقاءاتي كانت عن طريق مجلس النواب ومن خلال يعني وفود رسمية أيام كنت في مجلس النواب، ولكن هذا الكلام جملة وتفصيلا لم يصدر مني أبدا، وهذه كذبة كبرى لفقت ويعني ذكرت في هذه المسألة. هناك اشتباه أخي جلال من خلال وفد رسمي من خلال مجلس النواب بوجود رئيس المجلس وأعضاء المجلس في مشاركة دولية في شرق آسيا في من خلال مؤتمر عام، من خلال وجودهم مع وفد إيراني وفي اللقاء صار هناك التحية ورد التحية فقط في هذا الصدد. هذا التحية ورد التحية البعض استغل بكلمات يعني ملفقة وتم اتهامه هو بهذا الأمر، ولكن كل الأمر مفتعل ويراد أن يخلقون يعني حالة عدائية من مكون معين ضد يعني قيادات المعارضة من خلال هذه التلفيقات. نبقى مع اتصال من الأخ حسين محفوظ عبر السكايب. تفضل أخ حسين محفوظ، أنت على الهواء مباشرة، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال، إذا كان الملك هو المسؤول عن كل جرائم اللي تصير هنا، فلماذا الحين أنتم متمسكين فيه؟ إيه تفضل أستاذي، لماذا تتمسكون بالملك؟ هو من ناحية سياسية صحيح، الملك البلاد مسؤول لكل الأحداث البلاد وعليه أن يعني يتحمل هذه المسؤولية، وحتى من ناحية الدستور هو رئيس السلطة التنفيذية، هو رئيس السلطة القضائية، وهو الشخص المسؤول العام عن السلطة التشريعية في هذا البلد، وكل مجريات العمور عليه أن يعني يجيب لهذه الالتحاقات التي حصلت في هذه المسألة. أما كيف نحن متمسكين فيه؟ نحن متمسكون بمبدأ الحل السياسي من خلال المملكة الدستورية. الآن من يكون في سدة الحكم اليوم، من يكون غدا، هذا مسألة تفصيلية، هذا يحتاج تعاطي وياه من خلال الأمور الموضوعية. نحن نطرح الحل السياسي الشامل العام بغض النظر عن طرح الأشخاص. في حلنا السياسي نطرح موضوع الملكية الدستورية على غرار الملكيات العريقة، ونقول كهذا حل بعد ما درسنا الواقعنا المحلي وعوامل القوى والضعف وعوامل مكونات المجتمع وعوامل التيارات السياسية المختلفة إضافة إلى وضع الإقليمي وشابه ذلك، كحل سياسي عام. أما كأشخاص من يكون اليوم من يكون غدا، هذا متروك إلى يعني إلى ظروف الموضوعية. محمد عبس أسكر أيضا عبر تويتر يقول: الوفاق تقول تطالب بدولة مدنية وليست دينية، إذا ما سبب عدم إقرار قانون الأحوال الشخصية بشقه الشيعي حتى الآن؟ وما هي الحلول التي تقترحها الوفاق لحل الأزمة الطائفية في البلد؟ قانون الأحوال الشخصية قانون يمس مذهب محدد، سواء مذهب السني أو مذهب الشيعي. هذا القانون عندما يتم تطبيقه في إطار ممارسات تعبدية، في إطار عقود الزواج، العلاقة الأسرية، كلها لها علاقة بالشريعة الإسلامية والمدارس الدينية مرتبطة بالشريعة الإسلامية ومدارس الفكرية الدينية مرتبطة بالشريعة الإسلامية. لا يمكن أن نصيغ مبادئ قانونية تشريعية نلزم في طائفة ما بدون ما نأخذ في رأي هذه الطائفة. الطائفة لهم فقهاءهم، لهم علماءهم، لهم من يتفقه في الأمور الدينية أبعد من صلاحيات النائب الذي انتخب انتخابا عاما بغض النظر عن خلفية الدينية والثقل الديني وفقاهته في هذا الصدد. لذلك لا يمكن أن أعطي الصلاحية في سن قانون له علاقة بأمور تعبدية واضحة والشريعة الإسلامية حددت فيها نصوص كل من حسب مدرسته، وأن أعطي هذه الصلاحية وأسلبه من
الفقيه الذي يعرف بواطن الأمور إلى سياسي منتخب انتخابا عرضيا من قبل الناس أن يشرع في هذا الصدد. نحن احتجاجنا على قانون الأحوال الشخصية من هذا الباب، نريد ضمانة ونريد اطمئنان بأن ما يتم صياغته كقانون يكون متوافق مع أصل الشريعة، وأصل الشريعة مبنية على المدارس الفكرية الدينية المنتمي لها هذه الطائفة أو هذه المجموعة اللي ينطبق عليهم قانون فعل. يعني مختصر الفكرة أنكم تقولون أن صاحب كل اختصاص صحيح يقوم بعمله أو باختصاصه. صحيح صحيح. ما هي وجهة نظركم لحل المسألة الطائفية؟ حل المسألة الطائفية في اعتقادنا بأنها مسألة مفتعلة. النظام أراد أن يعني يعمل فزعة من قبل طائفة ضد طائفة أخرى لكي يشغلهم بعضهم البعض، أو يحسس لخطورة وجود هيمنة طائفة على طائفة أخرى من خلال هذا الافتعال. نحن نعتقد الحل الرئيسي مبني على الحالة الديمقراطية الشاملة من خلال التصويت الحر المباشر، ومن خلال ابتعاد الحالة السياسية على من الانتماء الطائفي والانتماء القبلي والانتماء العائلي. نترك الأمر الخيار الحر للناس أن يختاروا ممثلينهم في المجالس المنتخبة عموما، ويكون هناك بعد وطني شامل سواء للبرامج السياسية أو تعاطي مع الشأن العام، لا يكون من خلال البعد الديني في هذا الصدد. وعشنا هذه الحالة عبر السنوات يعني، ولازلنا نعتقد بأن الأرضية قوية لهذا التواصل وهذا التأصيل للعلاقات الاجتماعية بين مكونات المجتمع، ولكن مع الأسف النظام يريد أن يفعل هذه الحالة التصادمية بين الطائفتين لكي يخوف طائفة من طائفة أخرى، كما افتعل النظام تخويف المجتمع من فئة سياسية معارضة كانت تحمل بعض الأفكار من اليسار أو ما سمي بالشيوعيين في ذاك الوقت، لكي يستطيع أن يهيمن على كل الأطراف يعتمد مبدأ فرق تصد. شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين، نذهب إلى فاصل ونعود إليكم مجددا. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم لهذا الاستجواب لأمين سر الأمانة العامة بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة في البحرين أستاذ جواد فيروز، مرحبا بك مجددا في هذا الاستجواب. ربما بعض الأسئلة قاسية، ولكننا سنحاول أن نلم بجميع الأسئلة وللناس الحق في أي نوع من أنواع الاستفسار. كثير من المتواصلين عبر تويتر وفيسبوك، كثيرون أكثر من سؤال، سأحاول أن أختار سؤال واحد بشكل عشوائي لأن عندنا كم كبير من المتسائلين لعلنا نوفي في الوقت القادم، ونتمنى منك أستاذ جواد الاختصار قدر الإمكان. فداك يا وطني البحرين، يقول البعض من يدعي أنه بحريني يسعد بأن الاقتصاد البحريني أصيب في مقتل وفي تدهور، إنزين ما هو أول من يتأثر بهذا الضعف؟ أليس أنتم؟ وصحيح، ولكن هذا السؤال يوجه إلى الحكم، إلى النظام، النظام الذي سبب هذه الأزمة الشاملة اللي من خلالها تم تأثير الاقتصاد سلبا منه،
وإلا ما معنى عسكرة الدوار وهو في قلب العاصمة؟ ما معنى فصل هذا العدد الكبير من المواطنين من أعمالهم؟ وما معنى وجود هذه القوات الأمن المنتشرة في كل زاوية وفي كل بقعة؟ وما معنى عمل هذه الحواجز في كل مكان؟ كل هذه مظاهر للعسكرة ورسالة واضحة إلى المستثمر بأن الوضع في البحرين غير مستقر لأن وجود الأمن المنتشر المكثف ووجود هذه المصفحات. إذن اللوم والمسبب لكل هذه القضايا ليست المعارضة وليست القوى الشعبية، إنما النظام هو الذي سبب لهذا النوع من الأزمة الاقتصادية اللي نتاج للأزمة السياسية الأم. فاطمة السادة عبر تويتر تقول: لماذا تقومون بتشويه صورة البحرين دوليا لضعف اقتصادها وأنتم تشكون أنكم الشعب الفقير؟ لماذا تستفيدون من ذلك؟ نحن لم نشوه سمعة البحرين. الذي شوه سمعة البحرين الذي قمع الشعب، الذي اعتمد على الاستبداد في حكم الناس، الذي فصل الناس، الذي عذب. نحن فقط نريد أن نبين الظلام الواقع على الشعب، ونريد أن نحقق الديمقراطية، ونحاول أن نتواصل مع العالم الخارجي، نقول هذه الحقيقة. وعلى النظام مثل ما هو ينتقل من بلد إلى بلد ويتواصل مع العالم الخارجي، على المعارضة كذلك أن تمارس نفس الحق وأن نوضح الحقائق. عندما يتم تشويه سمعة المعارضين وأن يتم تحريف واقع ما يحدث على الأرض للدول العالم، علينا أن نوضح للعالم ما يحدث في هذا الصدد. والحل سهل جدا، النظام يسعى في أسرع ما يمكن للوصول إلى حل سياسي داخلي من خلال حوار جاد وصريح وتنهي كل هذه القضايا. أيضا تتساءل: من وراء مسلسلات المظلومين والمنتهكين وهذه القصص التي تعتبرها أفلام ومسلسلات؟ يعني نحن نأخذ تقرير بالسيوني. تقرير بسيوني، وبسيوني أتى بطلب من النظام وبإقرار من النظام وقبل التقرير. أنا فقط أقول لها: اقرأي تقرير بسيوني وبعد ذلك توصلين إلى قناعة تامة إنما تقوله المعارضة شيء يسير مما يحدث على هذه الأرض. وأنا شخصيا يعني شاهد حي يعني على هذا الظلم وهذه المظلومية، لأن يوميا السلطة تمارس يعني هذا القمع من خلال انتهاك المنازل، من خلال مسائلة الدموع، من خلال الشوزن، من خلال اعتقال الأطفال. هذا ما يحتاج أصلا نحن نفبرك يعني، والشواهد واضحة. والحملة الأخيرة اللي قدناها من خلال خفافيش الظلام موثقة بالصوت والصورة وبالأدلة لهذه الانتهاكات والمظلومية، ما يحتاج لها أي نوع من القصص الوهمية. انتقل للأسئلة الواردة عبر SMS. أحد الذين أرسلوا الرسائل النصية يقول: يوم القدس العالمي وعيد الاستقلال هي فرصة سانحة للجمعيات لعمل فعاليات مشتركة مع شباب 14 فبراير، لماذا لم تستغلوا هذه الفرصة؟ هذا غير صحيح. أولا بالنسبة ليوم القدس العالمي، هي يعني متبنى شعبيا وليس من قبل الجمعيات السياسية. وحسب علمي هناك دعوات الآن لوجود مسيرات في مختلف المناطق الجمعة القادمة، دعوات شعبية مختلفة في هذا الصدد. وجرت العادة دائما بأن يوم القدس يتم تبنيه من قبل فعاليات شعبية وليس من قبل قوى سياسية محددة. الأسبوع القادم في هناك دعوات إلى مسيرات في مختلف المناطق يوم الجمعة. بخصوص يوم الاستقلال أو عيد الاستقلال بمصادف 14 أغسطس، دامت الجمعيات السياسية سنويا أن تقييم عدد من الفعاليات سواء على مستوى مسيرة، على مستوى ندوة، على مستوى مهرجان خطابي. ونحن كذلك على موعد بدعوة من الجمعيات السياسية لفعالية مهرجان خطابي بهذه المناسبة يوم الثلاثاء مساء ليلة الأربعاء مصادف في 14 أغسطس ذكرى الاستقلال. أيضا أحدهم يتساءل: لماذا لا ترفعون شعار تقرير المصير باعتباره شعار يجمع متفق عليه بين مختلف الأطياف؟ أنا يعني أقول لا نتحسس من بعض الكلمات أو بعض المصطلحات وبعض الشعارات. يجب أن ننظر إلى الهدف. إذا أردنا من تقرير مصير أن الشعب يكون مصدر السلطات، هذا مطروح في كل أدبيات القوى المعارضة والجمعيات السياسية بما في ذلك وثيقة المنامة. وإذا أردنا أن تقرير مصير أن الشعب هو الذي يستفتى في مسار مصيرية في البلد،
الصور هذا بعد نحن نتفق عليه. أما إذا أردنا أن نقول تقرير المصير بمعنى يجب أن يكون هناك إسقاط للنظام، هذا يمكن نختلف في هذا المضمون. لذلك يمكن بعض الشعارات يؤدي إلى زاوية من زوايا الاختلاف، زين نحاول أن يعني نترك هذا المضمون، بس كتعبير عام كتقرير مصير هذا مسألة الصور طبيعية وما في على خلاف أن نرفع كشعار سياسي وأن يعني نطالب به، خشية بأن يكون في هناك فهم مختلف للمضمون، هذا يؤدي بأن يعني نستغنى عنه بشيء آخر. أما كالمبدأ العام بأن الشعب هو يحدد مصيره في القضايا الجوهرية في القضايا المصيرية، هذا الصور مبدأ ما نختلف عليه، وهذا كذلك مدون في وثيقة المنعم. المغرد حسين عبر تويتر يثير موضوع أيضا مسيرة يوم القدس، ولكن يقول: أليس تحرير القدس من ضمن أهدافكم؟ أليس إسقاط الدكتاتوريات من ضمن أهدافكم؟ نحن نظمنا العديد من الفعاليات للدفاع عن القدس وعن القضية الفلسطينية، والجمعيات لم تكن غائبة، الوفاق تحديدا لم تكن غائبة، كثير من فعاليات سواء في يوم القدس أو عبر السنة، يعني مهرجانات عديدة يتم إقامتها في مختلف مناطق، والوفاق تشارك سواء بالدعم المادي أو بتنظيم أو بإدارة أو بالمشاركة في هذا الصدد. بالنسبة لنا القضية الأولى على مستوى كل قضايانا هي قضية القدس، ولا نتخلى عن ذلك. أما أن نحيي يوم القدس نحن كوفاق أو كجمعيات سياسية، هذا المسار يتم تعاطي وياه من خلال الفعاليات الشعبية العامة التي تبنت هذه المسألة، ونحن بصفة عامة ندعم يعني ونشارك هذا الصدد. أما التنظيم والدعوة تكون عادة من قبل هذه الفعاليات الشعبية. غاندي عبر تويتر يقول: إلى متى سوف تستمر المعارضة في مسايرة النظام مع أنها تعلم بأنه فاقد للشرعية، ولماذا للآن لم تتحرك الأمم المتحدة بشكل أكبر؟ يعني التعبير مسايرة يمكن أختلف مع الأخ في هذا الصدد، من يناهض النظام في خطابه ومن يناهض النظام في مشاريع السياسية على الأرض وفي فعالياته، ومن يتصدى للنظام عندما ينتهك الحقوق، ومن يطرح مشروعا سياسيا مختلفا عن مشروع النظام، لا يسمى مسايرا. يمكن نختلف مع البعض الذي يعني يريد تغيير النظام تغييرا جذريا من خلال إسقاط، بس ليس بالضرورة من ينادي بالإسقاط أنه غير مسايرة، ومن ينادي بالإصلاح يعني مسايرة، هذا التعبير غير دقيق. نحن نحاول أن نستنهض كل قوانا في مختلف الوسائل السلمية، وأن نفرض برنامجنا السياسي على النظام بمختلف الوسائل، إعلاميا حقوقيا شعبيا دوليا في أي موقع من المواقع، وشاركنا في عديد من المواقع المرتبطة في منظمات الحقوقية ومنظمات سياسية في الدول. إذا سنحت لنا الفرصة أن نتواجد في الأمم المتحدة سنتواجد في الأمم المتحدة لكي نقول كلمتنا ونقول رأينا في هذا الصدد، كما شارك يعني أحد النواب السابقين للوفاق في الكونغرس يعني، وكان له يعني موقف مؤثر في هذا الصدد. بصفة عامة نقول أن المعارضة لها الحق أن تتواجد في كل المواقع وأن تقول كلمتها وأن تعبر عن رأي الناس في هذا في هذه المواقع، ولا يوجد هناك مواقع دون مواقع أخرى. صحيح لا نتعامل مع الكيان الصهيوني بطبيعة الحال، ولكن ما دون ذلك نحن أحرار ولنا الحق بأن نتواجد في كل الدول المؤثرة على مستوى الدولي. أحد المغردين عبر تويتر أحرار يقول: أليس الهدف من هذا البرنامج، كأنه يشير إلى اللقاءات المفتوحة أو فتح المجال للناس، أن إقناع الناس بالحوار القادم؟ أولا هذا البرنامج مفيد، وصراحة يعني أقول نقل نوعية في عمل المعارضة، بأن نستجوب من يتصدى للشأن العام بهذا النوع من اللقاء المباشر، وهذا عمل صحي، وهذا دلالة على أن المعارضة تكون ديمقراطية وأن تكون محاسبة من قبل الجمهور، وهذا درس إلى النظام عندما لا يستطيع حتى أن يلتقي مع الناس في مناطقهم، ولا يستطيع أن يعني يجاوب حتى على أسئلة من هو يمثل الناس من خلال مجلس النيابة ويتربون من الاستجواب. نحن نقول استجواب أمر صحي وأمر صحيح. الشيء الآخر، بطبيعة الحال كل من لديه مشروع سياسي يحاول أن يدافع عن مشروع سياسي. أولا ليس الهدف من هذا الاستجواب لكي نروج أن نقنع الناس بالحوار، الهدف من هذا البرنامج لكي نجاوب على مختلف أسئلة الناس في شتى الشؤون،
سواء في مشروعنا السياسي أو في أدائنا السياسي أو في أخطائنا أو في حالة من الاعوجاج إلى عندنا لكي نستطيع أن نقوم هذا الاعوجاج ما نستلم من ملاحظات. الحوار السياسي نقولها في العلن وقلناها من أول يوم بدأنا تحركنا الشعبي، نحن ننادي بالإصلاح وبواغة الإصلاح الحوار، ومن يقتنع بهذا الأمر ممتاز، من لا يقتنع نحترم رأيه، وهذا الأمر مقدر في هذا الصدد ويجب أن نحترم اجتهاداتنا. إذا نريد أن نطالب بدولة ديمقراطية وببرنامج ديمقراطي لإدارة البلاد، الأولى أن نقبل الديمقراطية فيما بيننا كمعارضة. لا يمكن القبول بأن طيف سياسي كبر حجمه أو قل حجمه أن يفرض على الآخرين مرئياته. نحن كوفاق لا نريد أن نفرض على مرئياته، ونحترم بقية المرئيات الآخرين بما ينادون في بأي شعار، نادوا بالجمهورية، نادوا بالإسقاط، هذا حقهم السياسي أن يعبروا عن رأيهم. كذلك نطلب من الآخرين أن يحترموا رأينا بأن نحن نؤمن بالإصلاح ونعتقد بأن بوابة الإصلاح والحوار. من يقتنع راجع إلى من لا يقتنع، نحترم رأيه وهذا من حقه بأن يطرح مشروعه بأي آلية. شكرا. إيه يعني هم كذلك الصورة أستاذ وضحت الصورة. اتصال هاتفي للأخ سيد حسين. سيد حسين تفضل أنت على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أرحب فيكم ورحب الأستاذ جوال فيروز. طبعا كانت المداخلة السؤال الثاني كان سمعت الإجابة الحين من الأستاذ يعني كانت هي عن الحوار أول وسمعت الإجابة من الأستاذ فيروز فما راح أسأل هذا السؤال، راح أسأل سؤال ثاني. بالنسبة إلى اجتماع بعض مندوبين الجمعيات السياسية وكان ضمنهم جمعية وعد مع وزير الداخلية، طبعا يوم ثاني شفنا بعض الجمعيات تنفي أنها اجتمعت مع وزير الداخلية، والسؤال هل الحكومة يعني من خلال هذا الاجتماع حاولت أن تدخل إلى تفتيت الجمعيات بحيث أن تستقبل بعض الرؤساء الجمعيات وتطرح معاهم فكرة الحوار وتقصي باقي الجمعيات؟ هل استطاعت الحكومة أن تدخل إلى الجمعيات من هذه النقطة؟ هذا السؤال. شكرا جزيلا سيد حسين. أشكر الأخ على طرح هذا السؤال، بالفعل السؤال في محله لأنه أثير كثيرا عبر المنتديات العامة ومواقع التواصل الاجتماعي. من حيث المبدأ كل جمعية لها الحق أن تتواصل مع مسؤولي النظام ومسؤولي الحكم، وهذا أمر لا نختلف عليه وأمر مشروع طبيعي. الغير طبيعي أن يدخل معاه في مشروع سياسي في غياب معرفة وتنسيق مع بقية الجمعيات السياسية. موضوع اللقاء مع وزير الداخلية أصل الفكرة أتت كالتالي، بأن الداخلية منعت الجمعيات السياسية لإقامة الفعاليات وتم رفض كل الإخطارات السابقة. إحدى الجمعيات طرحت فكرة أن لماذا لا نلتقي مع وزير الداخلية لطرح الموضوع معه على لقفي لقاء مباشر. عندما ناقشنا الموضوع كان في تباين في وجهات النظر، ثلاث جمعيات لم يعترضوا على أصل اللقاء بأنهم يشوفون أن اللقاء مع وزير الداخلية أمر طبيعي، جمعيتين اعترضوا على أصل اللقاء بأن الوقت غير مناسب ونحن سنرد على الوزير كما هو صرح في الصحافة، سنرد عليه كذلك في وسائل الإعلام، ما في داعي أن نلتقي مع الوزير. الوفاق والوحدوي كانوا معترضين على اللقاء، وثلاث جمعيات الأخرى الوعد والقومي والإخاء كانوا مع اللقاء في هذا الصدد. بعدين صار كالتالي، بأن من مقتنع باللقاء يحق إلى أن يلتقي، ونحن نتفهم هذا اللقاء من قبلهم، بس اللقاء لا يكون باسم وفد من الجمعيات الخمس، إنما لقاء لكل جمعية أو ثلاث جمعيات بأسمائهم يلتقون، وهذا حقهم المشروع بأن يلتقوا مع أي مسؤول على حسب قناعاتهم في هذا الصدد، وهذا الذي حصل يعني. وحسب علمي كلام الذي ذكره الإخوة الجمعيات كان كلاما معقولا، كلاما صحيحا، بأننا سوف لا نتنازل عن مطلبنا بأن نتواجد في كل الساحات، ومن حقنا بأن نتظاهر في كل مكان بما في ذلك العاصمة، وتحديد المواقع أمر غير مقبول، كلام الذي نحن نقوله والشارع يقول والجميع يقول، الجمعيات الثلاث قالوا هذا الكلام للوزير الداخلية. أما نقول بأن ذهابهم كان باتفاق وبتمثيل، هذا غير صحيح،
أما ذهابهم يكون بدون علم الجمعيات هذا بعد غير صحيح، لا الجمعيات الأخرى كانوا على علم وكانوا متفهمين وأكدوا بأن هذا حق ثلاث جمعيات أن يحضروا مع من يشاءهم مو بس وزير الداخلية في أي لقاء في هذا الصدد. لذلك باختصار أقول بأن أي جهة في السلطة تريد أن يعني تدخل ما بين الجمعيات لكي تعمل نوع من حالة الانشقاق، أنا صور تجارب أثبتت بأن ما تستطيع وفشلت، لأن استطعنا أن نوحد عملنا المشترك من خلال وثيقة المنامة، والحمد لله في هناك يعني روح من المسؤولية ومستوى من التكاتف بين الجمعيات من الصعوبة أن يؤدي إلى هذا التفكك. شكرا. نبقى مع اتصال هاتفي أيضا من الأخ فراس الحمران. أخ فراس أنت على الهواء مباشرة، تفضل. السلام عليكم أخي. عليكم السلام ورحمة الله. بس أخي بغيت أسأل سؤال. تفضل. أخ عمي جواب. تفضل. أنا شايف قبل ثمان أسبوع نشرة مطلعينها جمعية الوفاء الإسلامي، ومكتوب تحت من ضمن الأسئلة سؤال: لماذا النخب فقط تتحكم في الثورة؟ وما رأيك هو؟ يعني يتحدث عن موضوع النخب وتحكم النخب في الثورة. إذا أردنا أن نتصدى إلى النظام في مشاريعه، علينا أن نضمن بأن حراكنا يكون حراكا شعبيا بامتياز. إذا تحول الحراك إلى حراك نخبوي هذا بداية يعني نهاية أي تحرك سياسي قائم. الحركات السياسية الأخرى عبر التاريخ نجحت لأنها استطاعت أن تحول الصراع صراع شعبي شامل مع الخصم بدون ما يتم اختصاره على النخبة السياسية. أنا أتفق تماما بأن يجب أن نضمن بأن حراكنا حراك منتشر وشامل ويستوعب الجميع، والشعب له دور وله مشاركة، سواء في مشاركة على مستوى التنظير ولو مشاركة ذلك على مستوى تفعيل الأدوات في هذا الصدد، ونحن الحمد لله متلمسين هذا الأمر. لا أعتقد بأن ما يجري الآن في الساحة هو حراك نخبوي ضد النظام أو صراع سياسي ما بين النخب السياسية والحكم، لا، حراك شعبي، والدليل على ذلك ما نشاهده يوميا مختلف الفعاليات الشعبية في مختلف المناطق، وهذه حالة صحية، علينا أن نشجع هذا التحرك الشعبي ونقوي هذا التحرك الشعبي. الأخ حسين نوح عبر تويتر يقول: انتشرت أخبار بخصوص لقائكم مع وزير العدل أنه طرح نقاط مخالفات الجمعية، إن صحت هذه الأخبار هل يعتبر هذا تمهيد لإغلاق الجمعية؟ وما الخيارات المطروحة إذا تم حل جمعية الوفاق؟ وهل يوجد في الأساس مؤشرات لديكم على إقدام السلطة مستقبلا على حل الجمعية؟ لقائنا مع وزير العدل لم يتم تطرق أبدا إلى أي قضية العلاقة بأداء الجمعية تماما. هو كان اللقاء من أجل أن الوزير يقول بأنه دوره أن يهيئ الأرضية للتفاهمات ما بين الجمعيات السياسية، وأراد أن يعني نقدم إقداما عمليا لإدانة العنف حتى أدى إلى إصدار فتوى في هذا الصدد، ونحن ردينا ردا واضحا وجليا في هذا الصدد. في الموضوع الأول أكدنا بأن التفاهمات ما بين الجمعيات السياسية هذا مسألة طبيعية ونحن مستمرين في التفاهم، ولكن لا يكون كنوع من الإيحاء كأن الحوار مبني على هذه التفاهمات. مسار الحوار شيء مختلف تماما عن هذا المسار، ولذلك طلعنا ببيان بأن النظام غير جاد في الحوار ويريد أن يتهرب من الحوار من خلال تحويله إلى مسألة تفاهمات. في مسألة العنف أكدنا بأن العنف صادر من السلطة ومن النظام، والشواهد على استمرار العنف يعني ذكرنا إلى بالتفصيل في كل المواقع، سواء انتهاك البيوت، تعدي على الأعراض، استخدام الشوزن، القتل المباشر، التعذيب، وتفاصيله شرحنا إلى في هذا الصدد. بخصوص حل جمعية الوفاق، نحن لا نستبعد بأن يعني في فترة من الفترات النظام كان يفكر في هذا الأمر، ويمكن لاحقا يمكن يكون عنده هذا التفكير، ولكن نحن نقول بأن الوفاق ليست مبنى، والوفاق ليست يعني هيئة إدارية على مستوى الأمانة أو يعني مجموعة من الفاعلين المحدودين. الوفاق تيار، الوفاق
وجوده الآن في كل قرية وفي كل منطقة، والوفاق يعني مثل حال الشعبية العامة. لذلك أنا استبعد بأن النظام يقدم على هذا الأمر، وإن أقدم على هذا الأمر لا سمح الله أنا أعتقد وفاقته تكون أقوى من الوضع الحالي، لأن أثبتنا في فترات السابقة عندما لم تكن الجمعية موجودة ولكن تيار الجمعية كان موجود، استطعنا أن يعني نشكل روحنا في إطار تنظيمي شعبي شامل وأن نتحرك يعني وأن لا نتقيد في هذا الصدد. أحسنت أستاذي، عندنا 6 دقائق سوف أطرح سؤالين، أتمنى أن لا تجاوز الإجابة على كل سؤال دقيقة واحدة. أحمد حسين عبر تويتر يقول: هل من الممكن أن تقوم الوفاق بإضراب ثاني مع الاتحاد العام والجمعيات والمجلس العلمائي والائتلاف والتحالف من أجل الجمهورية؟ بحسن عبر تويتر يقول: إلى متى نسكت عن أمثال الشروقي وبعض المنتديات التي تسيء إلى طائفة وأشخاص؟ ألم يسجن الشريف نبيل رجب على مزاعم مشابهة لذلك؟ السؤال أنت تطرح لي إضراب. يعني نحن نقول أن المعارضة تملك كل الخيارات، وهذا حق مشروع لأي معارضة في أي بلد من البلدان أن تستخدم كل الوسائل السلمية بما في ذلك مسألة الإضرابات، وهذا الخيار موجود ولكن يحتاج أن ندرسه في وقت المناسب في قدرتنا على تنفيذه، إضافة إلى التفاعل الحقيقي معه. يعني التصريحات من قبل المسيئة إلى الطائفة صحيح، يمكن احنا مقصرين بعض الشيء في هذا المجال، علينا ان نفعل الادوات القانونيه في ادانه هؤلاء، ولو بان التجربه اثبتت بان هؤلاء لا يدانوا لان في هناك يعني حمايه نوعا ما لهم، ولكن علينا ان نقوم بهذه الادوات ومن ثم نعري هذه الجهات اللي يحاولون يحمونهم سواء كانوا بعض الجهات في السلطه القضائيه او كانوا في خارج السلطه القضائيه. حسن الكيتش، سؤال طويل جدا عبر الفيسبوك، خلاصة أن هناك تركيز أو أن الثورة مختصرة في الجانب الإعلامي أكثر من كونها ميدانية وأكثر من كونها فاعلة. غير صحيح، احنا حتى في جانب الإعلام مقصرين، ما يحدث على أرض الواقع أكبر بكثير من ما يعكس في الإعلام، يحتاج أن ننشط اجتماعيا شعبيا وميدانيا، ولكن علينا كذلك أن نقوي الجانب الإعلامي في هذا الصدد. الجانب الشعبي في هناك جهود كبيرة، ولكن يجب علينا أن نضاعف في هذه الجهود، وعلينا أن نكثر من فعالياتنا الشعبية، ولكن إذا لم نعكس هذه الفعاليات إعلاميا طبيعي ما بيكون لها مردود كبير. شكرا جزيلا. أكثر من 10 أسئلة تتحدث عن موضوع روسيا، نعم، وموقفها من المجتمع من طرح موضوع البحرين على طاولة مجلس، فما هو تعليقكم باختصار على هذا الموضوع؟ أنا أتصور كنت أشرت للإجابة عندما أشرنا لقضية طرح ملف البحرين في الأمم المتحدة. نحن نحمل النظام كل المسؤولية عندما يتم تدويل قضية البحرين بدون وجود حل محلي طبيعي، يتم طرح القضية في ضمن إطار اللعبة الدولية والعلاقة ما بين الدول الكبار في هذا الصدد، وعلى النظام أن يتسارع الخطى وأن يبحث عن حل سياسي محلي أسرع ما يمكن، وإلا يمكن سوريا وغير سوريا يتم يعني تبني قضية البحرين بصورة مختلفة الآن في أمم متحدة وغير في أمم متحدة في هذا الصدد. تضحت الصورة. أبقى مع اتصال مع الأخ محمد الإسماعيلي. محمد أنت على الهواء، تفضل. أخ محمد هل تسمعني؟ يبدو أن هناك خلل، أرجو معالجته بشكل سريع. أحد يعني الماندير عبر الفيسبوك يقول: ألا يعتبر تجميد الاحتجاجات في شهر رمضان هدية للسلطة، لا سيما أن البعض يتحدث عن تسوية بين المعارضة والنظام؟ هل الاتصال جاهز الأخوان في الكنترول؟ نجيب على الأخ. موضوع التسوية مسألة غير حقيقية وغير واردة، ولم نعمل ولا نعمل ومستحيل أن نعمل تسويات بهذا الصدد تماما. نحن عاهدنا أنفسنا أن نكون مع الناس وأن نكون مع الناس في كل الميادين، لا ندخل في أي تسويات من هذا الصدد. أما فكرة تجميد الفعاليات للعشر الأواخر لها أسبابها، في هناك مناسبات دينية، في هناك ليالي الأحياء، وذكرنا بأن هذه الأمور كذلك مرهونة إلى التطورات الحاصلة الآن. عمليا نشاهد بأن في هناك إحياء ليوم القدس مثلا، فعاليات قائمة، جمعيات الآن عندها عدد من الفعاليات، مثلا يوم الأحد في هناك وقفة تضامنية مع الرموز في جمعية وعد ليلة الاثنين، عندنا مهرجان خطابي ليلة الأربعاء،
في نفس الوقت فعالياتنا الإعلامية، فعالياتنا الحقوقية مستمرة، لقاءاتنا الجماهيرية مستمرة في هذا الصدد، ونحترم كذلك من يريد أن يعني يمارس دوره وحقه في حرية التعبير والتواجد في الساحة بطريقة، نحترم هذا الآراء. 10 أيام مدة طويلة جدا فرضا إذا يعني خفف من النشاط الشعبي العام، ونحن نؤكد لهم بأننا مقبلون على عدد من الفعاليات الكبيرة بعد شهر رمضان مباشرة. أستاذ جواد فيروز، أمين سر الأمانة العامة بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، شكرا لك على رحابة صدرك وتقبل هذه الأسئلة. أعزائي المشاهدين، شكرا على متابعتكم، ونعتذر عن عدم استطاعتنا لتغطية كافة الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.